الحكومة تواجه تشويش، تشويش ممنهج من طرف الخصوم. ولكن المواجهة ما كتكونش بالكلام بالهضرة، كتكون بالعمل والعمل المنتج، بالعمل والعمل المنتج. والدعامة الكبيرة ديالنا فهادشي كله هي الوعي، الوعي الكبير ديال المغاربة. ف 8 سبتمبر كانت حاسمة، والمغاربة كنقولوا عندنا حنا في الشاوية تفاصلوا مع الشعبوي، تفكوا معها بشكل رائع، وتفاصلوا مع خطاب الإحباط وخطاب الفشل، واختارونا حنا لقيادة الحكومة وقيادة سياسة بلادنا. اليوم الحكومة تشتغل بتوجيهات ملكية سامية وصارمة في نفس الوقت. وتأكدوا، تأكدوا أخواتي إخواني أن الحكومة ديالنا سوف تحترم كل الالتزامات ديالها، وغادي تنزلها على أرض الواقع، لأن حكومة تحترم المغاربة، المغاربة تقوا فيها، وهي ما غاديش تخذلهم.